تهلولتنا في هالمرة ندعي فيها صغير وكبير ونذكر رب أو منتصف رمضان، وخلينا هذه إن شاء الله تكون كل سنة تجمع الأطفال، والحمد لله جمعنا مجموعة كبيرة وتنظيم جميل وحلو، والحمد لله مشت الأمور على ما يرام، وإن شاء الله نلتقي في السنة القادمة. شاركوا بكل تقدير، حفل الحلة حلو ممتع، في أنقى وأجمل تعبير في حلة سور الحديد. الحمد لله شفت أشياء يعني فقدناها، والحمد لله يعني كل شيء موجود يعني. الحمد لله رب العالمين. يوم تهلولة، يوم تهلولة الحمد لله شفت فرحة أطفال وذكرى. قلت سبحان الله ولا إله إلا الله. وبكل كلهم كان الأطفال يرددوا معاهم صح؟ وانتو ترددي معاهم قولوا آمين. الأطفال والنساء جاء فرحة كبيرة جدا. في قرية كسرة اليوم قاموا بفعل مناسبة تهلولة سابقات ريفان صح؟ انت ريفان؟ ريفان الأستاذة زكية وفرقت هدايا للجميع وكان لما الحفل كبير تهلولتنا السنة غير مسيرة ولما الحفل كبير تهلولتنا في هالمرة ندعي فيها صغير وكبير تهلولتنا في هالمرة ندعي فيها صغير وكبير ونذكر رب الكون الرازق في شهر البركة والخير ونقدم فقرات تفرح فيها هدايا وشي كثير فيها هدايا وشي كثير مرحبا بكم في حم قصرة البيت الغربي في ولاية القصدار. طبعا احتفالية ليلة المنتصف من رمضان ليلة جميلة جدا الحمد لله، استقبلناه بالتنظيم والاستشار ولله الحمد كانت مناسبة جيدة. لو شاركوا بكل تقدير الحمد لله رب سور الحديد السنة حفلنا كبير وغير السنة حفلنا كبير وغير